السلام عليكم. سيتوجر معكم عمو جامع درويش العربي. اليوم السبت 4 أبريل 2020. من هالمليامات حنتبع في الأخبار. الحمد لله أمور كانت تمشي دوغا دوغا لباس. بدينا نتعودوا على الحجر هذا، وبدينا الإنسان ينظم روحه. إذا به درك على الانستون قرأ ميساج من عند الوزير الأول سي جراد يعلن فيه عن الترخيص للكثير من النشاطات التجارية تولي تخدم. كل ما كان والو، كل ما كان حجر ما والو، وحنا رانا اليوم في الذروة، رانا دخلنا لو بيك تاع الفيروس. يا نقضي عليه يا يقضي علينا. شخصيا بدون تجرع في أي كان وبدون شك في أي نوايا أي إنسان، أنا شخصيا مانيش متفق مع هذا القرار اللي داره السيد الوزير الأول. مع حسن النية يا سيد الوزير، يا سيد الرئيس، يا جماعة، رانا في تورنو الأخير. ثم أدرى مني بالأمور، أنتم أعلم. وش وانا حبيت حاجة في قلبي نقولها، اللهم إني بلغت يا جماعة. الحجر الحجر الحجر، قتلنا سمانة ولا 10 أيام ولينا لاشينا كلش. هاو رايحين نغرقو، كوم يسترناش ربي ونعاودو نرجلو روحنا نروحو في الرحلة. السلام عليكم.